السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو احنا شغالين مع برنامج سينكرو وفي بلاطة معينة محتاج ان انا اصبها على 3 مرات او محتاج ان انا اظهرها على 3 مرات، طيب نعمل الموضوع ده ازاي؟ هروح للثري دي واقول له ساب ديفايد، فساب ديفايد بيسألني بيقول لي القطعة اهيت وعايز اقطعها ازاي، فبقول له كولوم اهو، فبيبدأ يقطعها على مرتين. ممكن تقول له انا عايز اقطعها كده، فيبقى انت كده هتصب البلاطات دي على 3 مرات. ممكن تقول له نان، تمام، فتلغي الحاجات فري هاند، فانت بقى هتبدأ انت ترسم الخطوط اللي انت عايزها من حيث القطع والحاجات ديت. فهاجي هنا ادوس رايت كليك واختار كرييت سب ديفايد بول لاين، وبعد كده ابدا ارسم البول لاين بتاعي بالشكل دوت، تمام، فبيبدا يرسمها لي بالشكل ده. دي طريقة من ضمن الطرق، تمام، بالشكل دوت. بحس بعد كده خلينا نقول مثلا عايز اسمها سلايد افضل بالشكل دوت. طيب ممكن تعمل الاكس من خلال لوكال او وورلد بالشكل دوت او لوكال، وده الافضل بالنسبة لنا هنا، وهكذا. ممكن تيجي هنا درايت كليك وتقول له انا عايز اغير الشكل بتاع الكاميرا واوربت روتيت وبان وزوم، كل الحاجات اللي انت تقعد عليها. بعد كده بتقفل عادي وشوف ايه اللي حصل. حصل ان هو قسمهم لك 4 اجزاء بالشكل دوت، فممكن كل جزء فيهم تسحبه وتبدأ تحطه في التاسك بتاعه، تمام. ده مثلا هوت ده الجزء التاني اهو، خلي بالك احنا ممكن نخفيه وننزله زي ما احنا عايزين. بقى عند كل واحد فيهم موجود في تاسك معينه غير التاني. طبعا في برامج تانية عشان تعمل حاجه زي كده لازم ترجع للملف الاصلي وتعدل فيه وبعد كده ترجعه، وقصص وحوارات. فهنا لا هتلاقي الموضوع اسهل بكتير. بص اهي مفيش حاجه خالص، وبعد اللي بقى ظهر كلهم مره واحده عشان كلهم بادئين في نفس الوقت. بس انا ممكن ايه اغير دوت اهو، وخلي ده هنا كده، وخلي ده مثلا بعديه بشوية، وقوله شغل. بدأوا يظهروا على أكتر من مرحلة. يبقى الأول مفيش حاجة خالص، وبعد كده في الفترة دي بدأ يتبني دوت. ده خلص، دخلنا في اللي بعديه، دخلنا في اللي بعديه، دخلنا في اللي بعديه.